السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنياء من ألف للياء. امبارح كنت نزلت فيديو في القناة اسمه مشروع الألف أم من الأغنام لإنتاج المواليد، وذكرت إن عن المشروع محتاج تمويل أو محتاج يعني شركاء أو مستثمرين أيا كان، المهم محتاج الدعم المادي. طرف أول بالخبرة اللي هو أنا يعني إن شاء الله من ناحية إدارة كاملة ورعاية كاملة، من الشراء من الرعاية من التغذية لحد البيع، والطرف الآخر عليه رأس المال. طيب البنود الأساسية في عقد الشركة ده اتكلموا فيه، يبقى وجها لوجه لما يجي التمويل ويجي الممولين. طبعا هو العمال اللي ذكرنا فيه ان السهم ب 100,000، يعني لو واحد عاوز يدخل بسهم السهم بتاعه 100,000 جنيه مصري. عشان ما نعدش الكلام كتير، اللي حابب يرجع لبنود المشروع يرجع لفيديو مشروع الألف أم لإنتاج المواليد في القناة. طيب من خلال التعليقات اللي حصلت في الفيديو امبارح على الفيديو، حبيت أوضح بعض النقاط في المشروع النهارده. أول نقطة، أنا ليه استخدمت مشروع الأمهات بدل التسمين؟ رغم إن التسمين واضح وصريح وسهل، بجيب خروف بجنيه مثلا اكل بنص جنيه، بعته باتنين جنيه، انا كده عرفت ان المكسب بتاعي نص جنيه في خلال 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور حسب الدوره اللي انت هتستعملها. اما الامهات تعتبر معقده عن التسمين ودورتها طويله، يعني على الاقل كل 7 شهور هتبيع مثلا، كل 7 شهور او 8 شهور على حسب الاحجام اللي هتبيع، مفاطيم هتبيع، هتسمن، على حسب، في 100 طريقه. ده كل ده بنتكلم عنه بوقته بالتفصيل. طيب رغم ان الامهات قلنا معقده عن التسمين، ليه اخترت الامهات؟ اول حاجه، السبب الرئيسي، مش اول حاجه، هو سبب واحد فقط لا غير، سبب واحد فقط لا غير، ان السوق في مصر اليومين دول خلال السنتين اللي فاتوا بيعاني اضطراب شديد جدا جدا، عدم استقرار نهائي في الاسعار في ناحيه الاغنام والمواشي. بمعنى الاسعار النهارده ممكن تلاقيها نار، اسعار غاليه جدا، ممكن بعد شهرين تلاقيها رخيصة جدا، الأسعار غير مستقرة، فالمخاطرة عالية جدا 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 في التسمين. ولو تلاحظ ناس كتيرة بتسألني وبتتصل عليا شخصيا، أعمل إيه ندخل تسمين؟ بقول له ما تدخلش، نصيحة ما تدخلش، الأسعار غالية جدا والعلف غالي جدا، ومش معروف في العيد هيفضل السعر غالي ولا هينزل. لو نزل تبقى خسارة كبيرة، يعني أنا لو جبت خرفان تسمين غالية حاليا والعلف غالي جدا، وجيت بعد 3 شهور 4 شهور جيت أبيع ولقيت السوق نازل، هيبقى خساره 100%. ولنفرض ان انت جبت الغنم دلوقتي غاليه والعلف غالي، وبعد شهرين لقيت الغنم رخصت، الغنم بترخص، طب بترخص، انا اصبحت بين المطرقه والسندال على راي المثل. يعني التسمين مش هقدر اوقف، انا كده صرفت علف. طيب انا عاوز اوقف، الخروف هيخس وسعره هينزل عن سعر السوق اكتر واكتر، هتبقى الخساره اكتر. طب انا عاوز اكمل، العلف غالي وهيصرف، ولما اجي ابيع برضك هبيع رخيص، فاصبحت انت بين المطرقه ده، مفيش وقوف، خطوه مفيش فيها رجوع، خلاص هتكمل هتكمل. وده اللي حصل من سنتين في عيد الاضحى، ناس خسرت بمئات الالوف في التسمين، بمئات الالوف خسرت في التسمين. انما الامهات الناس ما خسرتش، الامهات موجوده، بس بيحصل عمليه تحكم شويه في التغذيه في الامهات، يعني المرونه في التحكم على حسب السوق، المرونه في الامهات اكتر من التسمين. التسمين غصب عنها بتوصل لمرحله ما ينفعش اوقف، انا باكل علف وصرفت شهرين، طب الاغنام غير الاغنام رخيصه، عاوز اوقف اهدي شويه، التهديه بتاعتك دي الخروف بيرجع شهر شهرين ورا، لو انت خفضت سعر العلف، يعني نقصت القيمة الغذائية بتاعت العلف، نقصت الكمية، الخروف بيخس، أصبح بترجع ورا، هتلاقي نفسك بتخسر. طب أنا عاوز أكمل، أكمل فاضل لي شهر وأبيع، هتخسر برضك لأن في مصاريف العلف غالي والأسعار رخيصة، أصبحت إن أنت في حيرة في النص. فأما الأمهات لا، فيها مرونة، أنا بغذي كويس طالما السوق كويس وماشي تمام التمام، بنصرف مفيش أي مشكلة. السوق حصل فيه انخفاض، بتحكم في التغذيه، بنقفل التغذيه شويه بحيث تصبح حاجه اسمها حافظه، بس تحافظ على النعجه من التدهور، وممكن تخفض كمان، يرجع النعجه ترجع شويه، مش مشكله، كده كده مش هبيعها لحم بالكيلو، بترجع شويه مع الحفاظ على صحتها. دي الاداره، دي فكره سريعه عن كأمهات ليه اخترت الامهات بدل التسمين.
فيها لعب كتير، الأمهات فيها تحكم كتير غير التسمين. واحد زاد واحد يساوي اتنين. الأمهات فيها أنا ممكن أسمن لو السوق رخيص في الأنية، أصبر شوية أسمن السوق لعله يرفع في 4-5 شهور. لا والله السوق غالي جدا من أول المفاطيم، مفاطيم 3 شهور أسعار فيها غالية جدا، ببيع على طول مفاطيم 3 شهور ببيع على طول. فهنا في أنا دخل عليها موسم ممكن أسمن شوية، أدخل تسمين دورة تسمين من الأمهات على طول. الأم فيها مرونة كبيرة، السوق غالي ممكن أضبط الأمهات بحيث المفاطيم تطلع حلوة وكبيرة بسرعة، السوق رخيص بخفض التغذية. المهم عشان ما أطولش عليكم، دي نقطة ليه اخترت الأمهات. النقطة الثانية ذكرت طبعا في التعليقات برضك، الضمانة. واحد كاتب يعني حتى ده كله ما فيهاش ضمانة، الضمانة مش كفاية لأن لا فيش فواتير وما فيش مش عارف إيه وما فيش إيه وما فيش شركة رسمية ولا غيره. أحب أقول لك من ناحية الضمانة، أول حاجة طبعا لازم تثق وتتأكد الضامن هو الله، دي تحطها حلقة في ودانك. ولازم تعرف إن المشروع ده مشروع مش مشروع ربوي، مش بنك ربوي بتحط فلوسك وباخد أرباح كل سنة وخلاص، لا ده على الربح والخسارة. أنا بخسر مجهودي طول السنة وانت بتخسر جزء من راس المال، مش الجزء مش الراس المال، لا قدر الله وحصلت خساره يعني ان شاء الله ربنا لا يقدر وما تجيش اي خساره باذن الله. فطبعا من ناحيه الضمانه بيقول لك الورق مش كفايه، ده العقد اللي هيتعمل على يد المحامي، عقد الشراكه اللي بيني وبينك ده لضمان حقك، لضمان حقك وضمان حقي. لا قدر الله انا مت انت مت، يبقى في انا مت في ورق يضمن حقي، انت مت في ورق يضمن حقك مش اكتر. انما حكايه ان عاوز ضمانه اكتر، احب اقول لك ان اكبر شركات العالم واغنى شركات العالم لو حاطط فيها استثمار بتستثمر فيها والشركه افلست، وده وارد في اي شركه في العالم انها تفلس من يوم وليله، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه بعيده على ربنا، لازم تثق وتاكد ان الارزاق بيد الله. لو خسرت ومع 10 راس مال يسد المستثمرين الاسهم بتاعت، اضمن انك خلاص خسرت اصلا راحت. حتى وان كانت شركه ربويه ما لكش غير الارباح فقط لا غير، هتخسر مال مش هتعرف تعمل حاجه، الورق بتاعك ده هتبل وتشرب ميته، هتروح تعمل قواضي ومحاكم. بالمصري كده في موت يا حمار، اجري في المحاكم واجري واعمل. شركات كتير اصلك على يدنا وعارفين ناس كانت شركات وشركات معروفه وخسرت، وللاسف الناس خسرت معاها، فده معروف الخسارة على الطرفين يعني. بس من ناحية ضمان حق لازم تثق في الشخص اللي انت بتستثمر معاه فلوسك، انت بتدي له فلوس لازم اكون واثق فيه، دي رقم واحد. وتثق وتاخد طبعا الورق العقد ده يضمن لك حقك بإذن الله. وتعرف ان طبعا من ناحية تانية الضمانة، من ناحية تانية ان انت انا ما باخدش فلوس وما تعرفش هي شغالة فين وما تعرفش هي بتعمل ايه، لا ده المزرعة هيكون مكانها معروف رقم واحد، في أي وقت حبيت تيجي مزرعة موجودة مش هتتنقل من مكانها. رقم اتنين المتابعة هتكون شبه يوميا، يوميا إن شاء الله هيكون في فيديوهات من داخل المزرعة على القناة، يعني هتراقب المزرعة وانت في البيت من خلال القناة. انت قاعد في البيت كل يوم إن شاء الله أو يومين بالكثير هتلاقي فيديو من أرض المزرعة بالجديد والقديم وكل حاجة، حتى وإن كان مفيش حاجة جديدة معلومة، فيديو من داخل أرض المزرعة يومي، فيديو يومي أو كل يومين على حسب ظروف الشغل، يعني متابع الغنم من وإنت قاعد في البيت كل يوم بيومه. طيب دي نقطة من ناحية الضمانات. في نقطة تاني، ثانية واحدة بس افتكر النقطة التانية. النقطة التانية من ناحية الأرباح التقريبية اللي هي المحسوبة، يعني طبعا زي ما قلنا السوق بيطلع وبينزل جامد في مصر، فممكن الأرباح تزيد عن كده وممكن تقل عن كده، بس بنقوله المتوقع ليك كصاحب رأس مال إن شاء الله أرباحك هتكون مع ثبات العدد. ثبات العدد يعني مثلا 1000 أم لغاية آخر السنة هم 1000 أم، ما زودناش، ممكن في سنة طبعا إن شاء الله هيبقى في زيادة كل سنة على طول، بس هنحاول نزود في الوقت اللي يكون فيه الأرباح كويسة.
الزيادة هتكون في الوقت اللي فيه الأرباح كويسة، مش زيادة باستمرار حتى مع تدني الأرباح، ما تلاقيش أرباح تروح الأرباح كلها في زيادة العدد، لا تصبح إن الأرباح كويسة السنة دي، ممكن نزود العدد 200-300 من المواليد اللي طالعة من تحته. يبقى هنا مع ثبات العدد، لو العدد ما زودناش في السنة اللي مش هنزود فيها قاعد زي ما هو 1000 راس 1000 أم، يبقى الأرباح بتاعتك أنت كصاحب رأس مال إن شاء الله هتكون في حدود 15-20% بإذن الله. طبعا ده كله بعد التوفيق من ربنا أولا وأخيرا. أنت عارف طبعا الأرزاق كلها بيد الله، دي لازم تثق وتتأكد في كده، يكون عندك يقين بالله، الأرزاق بيد الله. كم من مشاريع صناعية والله، ما تقوليش أن دي حياة وموت والكلام اللي بيتقال الكلام الفاضي ده والكلام العبيط، لا ده كلام فاضي. حياة وموت، حديدة بتجيبها بورصة بتنزل بتاعتها، الحديد تجيبه ب10,000، البورصة نزلت ب5,000 و4,000، حديدة لا بتاكل ولا بتشرب، ما تقوليش ولا بتحيا ولا فاش روح ولا هتموت، وما حدش يقول لا دي حياة وموت، لا كل ما الحياة والموت كله بيد ربنا والأرزاق كلها بيد ربنا. كأي مشروع زراعي صناعي حيواني مش هتفرق، لازم تعرف تأكد الأرزاق بيد الله. لا إله إلا الله، كنا بنقوله إيه؟ أما في حالة زيادة العدد فطبعا الأرباح ممكن تقل عن كده، بس إن شاء الله بإذن الله حتى مهما زودنا العدد هنحاول قدر المستطاع ما تقلش أرباحك عن 10% سنوي. صحيح أنا ما ذكرناش النسبة سنويا طبعا، يعني الجرد ممكن يكون كل سنة ممكن يكون كل دورة، الدورة هتاخد في حدود 7 شهور، فطبعا هو الأفضل تكون كل سنة عشان الأمهات يعني بعد البيع، يعني الأفضل تبقى كل سنة، لأن ممكن ناخد وقت ناخد الخلفة ما نبيعهاش كلها، ممكن ندخل منها تسمين، فالجرد يكون سنوي أفضل. بس على العموم ده سابق الأوان ما فيش مشكلة، بس إن شاء الله ده على حسب ظروف السوق، الجرد يكون ممكن كل 7 شهور أو كل سنة. في نقطة ما ذكرنا نسيت أذكرها طبعا، الأمهات الألف أم إن شاء الله الهدف هيجوا إن شاء الله كلهم والدين، مش هنجيب يعني المشروع بإذن الله لو حصل خير إن شاء الله وفتحنا بدأنا المشروع بسرعة إن شاء الله، من أول يوم هندخل فيه الغنم هتبقى المشروع شغال، مش هجيب أمهات على وش عشار ولسه استنى على ما تعشر ولسه على ما تولد ولسه على ما تفطم، لا ده أنا هنجيب أمهات بعيالها مباشرة، يعني في خلال 3 شهور 4 شهور لو هنسمن الخلفة اللي وراهم دي، خلال 4 شهور إن شاء الله 5 شهور هنبدأ نبيع، هنبدأ الأرباح من خلال 4 أو 5 شهور. طبعا الهدف إننا نجيب الأمهات والدة لأسباب كتيرة ذكرتها قبل كده، أنا بتكلم في رأس مال عالي بس في نفس الوقت ليها مميزات كتير، ومن ضمن مميزاتها إن أنت بتشوف الأم الخلف بتاعها، بتشوف ضرتها الضرع بتاعها سليم، بتشوف السقو بتاعها أهم حاجة، الخلف بتاعها 100 100، لبنها كويس، الرحم بتاعها طالما والدة معنا الرحم بتاعها سليم إن شاء الله، بتشوف كل الحاجات دي بتبقى باينة قدامك، مش تروح تجيب حاجة خلفتها وحشة عشار وما تعرف خلفتها إيه. على فكرة ممكن نجيب عشار برضك، لما تجيب قطيع على بعضيه بيبقى فيه العشار أكيد، بس أنا نحاول قدر المستطاع نركز على الوالد. من ناحية الناس اللي تقدموا للمشروع، في 3 أو 4 أنفار على الواتس متقدمين كل واحد بسهم ب100,000. أنا لسه مردتش على أي حد، عشان لو سمعين الفيديو أنا لسه مردتش على أي حد، محتاج العدد يكبر شوية عشان حتى لو كانوا كلهم داخل مصر ممكن نجتمع مع بعض اجتماع وجها لوجه، غير كلام التليفون، كلام التليفون ده كلام مبدئي، لكن احنا عاوزين نجمع العدد نقعد مع بعض اجتماع وجها لوجه نخلصوا الكلام في الاجتماع. طبعا ده كده كلامنا يعتبر عن المشروع، اي حاجة بقى بعد كده ان شاء الله مع المستثمرين مع الناس اللي هتمول المشروع وجها لوجه، اي تفاصيل تانية دي لمحة سريعة عن المشروع. في النهاية طبعا انا عارف ان في ناس كتير مستنية الاسئلة الاجابة على الاسئلة، معلش طبعا زي ما انتم شايفين مشاغل شوية مشاغل والله مش اكتر، بس ربنا يسهل هنعمل هنحدد موعد بس مباشر، مش هتبقى كلها اسئلة
على فيديو الأسئلة بس، هنحدد موعد بس مباشر مرتين في الأسبوع إن شاء الله، ساعتين في الأسبوع تقريبا، هيبقى يوم اثنين أو يوم ثلاث وجمعة بعد المغرب، بين المغرب والعشاء ساعة أو ساعة ونص، عشان اللي عنده سؤال يسأل وأجاوبه مباشرة وتبقى خلصت القصة، مبقاش أنا مرتبط بأسئلة. ولكن هنخلي برضك فيديو الأسئلة قدر المستطاع، بس فيديو الأسئلة بتيجي منه مشاكل كتير بسبب إن الناس بتكرر الأسئلة كتير، كله بيستسهل يعني، ما يتعبش نفسه لو دخل على القناة داس على شعار تربية سمية الأغنام الألف الياء ودخل على القناة في 130 أكثر من 130 فيديو، ابحث في الفيديوهات دي هتلاقي العناوين بتاعتها، السؤال بتاعك هتلاقي من ضمن الفيديوهات هتلاقي إجابتك مليون في المية. ومع ذلك أنا إن شاء الله هنحاول قدر المستطاع نعيد صياغة القناة بالكامل، فيديوهات صغيرة من لا تتجاوز الخمس دقايق أربع دقايق، بكل فيديو بعنوان، بحيث السؤال بتاعك روح دوره في القناة هتلاقيه على طول بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله، بس الواحد يحصل وقت فاضي هنظبط القناة بالكامل، عناوين الفيديو هتعتبر مفيش حاجة داخل الفيديو غير عنوان الفيديو، فيديو مختصر تدخل على سؤالك تدور عليه في القناة هتلاقي عنوان الفيديو هو عبارة عن السؤال بتاعك. فينا طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.